هذا البرنامج برعاية سوداني. جمعة والأسرة مجتمعة، همست أم خلسة، كلم أخوك هسة. شلت جنيه من البيت، خشيت الإنترنت، لقيت أخوي في الفيس، حكيت ليه الكيس، طمني من الإمارات ورسل الجنيهات. أمي فرحت بالحيل لا من قريت ليها الإيميل، وحكينا القصة دي ليه؟ عشان نعرف قيمة الجنيه. ريح بالك يوم نت بواحد جنيه فقط، ارسل واحد إلى الرقم 500 وتمتع بمئة ميجا بايت إنترنت لأربع وعشرين ساعة. ريح بالك يوم نت، بتنفع أي بيت. سوداني، أكثر مما تتوقع. المشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبرحب بكم في بداية أسبوع جديد وأمسية مساء جديد. طبعا نتكلم في أول فقرة عن موضوع مهم جدا، هو موضوع التعليم. وطبعا كل أوساطنا الاجتماعية بتتناول الموضوع ده بكثافة هائلة جدا في هم التعليم. عاوزين نشوف في أول فقرة مدى التطور اللي أدخل فيه من خلال الوصاية الحديثة في التعليم، وبيقدر شنو بيسهل التعليم. وواحدة من الشركات الوطنية برضو المهمة جدا اللي بتعمل في المجال ده، وأسهمت حقيقة بمشروع كبير جدا، إن شاء الله مودة حتقوم تفصل لنا الموضوع. مرحبا بك مودة. أهلا أمجد، مساء الخير على كل السادة المشاهدين. التعليم التكنولوجي في العالم هو يعني أصبح اتاح كل الدول، والتكنولوجيا هي تسهل عملية اكتساب المعرفة وسهولة الحصول على المعلومة. أصبح التعليم من خلال الحواسيب والكمبيوتر والشبكة العنكبوتية أسهل وأسرع ما يكون. واحدة من الشركات الوطنية الكبيرة التي تحمل هم المجتمع السوداني وهم المواطن، لديها كثير من المشروعات التي تعنى بالمسؤولية الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية. هذه الشركة اليوم احنا بنقف معها على مشروع التعليم التكنولوجي بالسودان، هو مشروع جديد أميز يمكن بينقل السودان نقلة جديدة حول توجيه التعليم إلى عملية متطورة. صحيح، ودي واحدة من المحاور المهمة جدا. طبعا نرحب بضيفنا الموجود معنا الباشمهندس عماد الدين حسين، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سودان. برحب بك معنا اليوم في مساء جديد. بارك الله فيكم، وأولا السلام والتحية لكم هنا في الاستوديو لكل العاملين، والتحية للمشاهدين مشاهدي قناة النيل الأزرق في كل أصقاع السودان وفي كل أنحاء العالم. فالتحية لهم جميعا، ونقول لهم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا اليوم سعيد غاية السعادة في أن أكون في استضافة هذا البرنامج العظيم الكبير، وإن شاء الله نحاول من خلال يعني هذا الوقت المتاح لهذا البرنامج إن شاء الله أن نشرح مدى التطور في هذا المجال، مجال التعليم التكنولوجي، وخاصة الآن هنالك ثورة ضخمة وكبيرة جدا يشهد كل العالم في مجال الاتصالات والمعلومات. نعم، نحن نرحب بك في مساجد. وفي بداية خليني أقول لك، أنتوا بتأجزوا كده زي بعض الناس اللي موجودين الآن في البيت مأجزين اليوم، نحن قلنا بداية أسبوع جديد، والعامل يتواصل برضه فيه. والله في بعض القطاعات، كل القطاعات اللي بتخدم الجمهور خلال هذا اليوم بتكون عاملة وشغالة، لأنه معروف إنه في هو يوم فيه كذلك جزء كبير من التسوق يعني والخدمات الأخرى غير يعني غير الإجازة. فلذلك كل العاملين في التشغيل، في محطات التشغيل، لأنهم لابد أن يكونوا 24 ساعة يعني عاملين، كلهم في مواقع عملهم، وكذلك كل العاملين في مواقع خدمات المشتركين كذلك في مواقعهم في هذا اليوم بالذات. نعم، طبعا نحن قلنا الموضوع ده لأنه الليلة إجازة، فبالتالي بتلقى الكثافة على الإنترنت هائلة جدا، كل الناس بتكون عاوز تواصل الأهل والأحباب والباحثين عن المعلومات، يعني تفاصيل كثيرة جدا. الإنترنت كواحدة من العوالم الحديثة جدا والأثبتت برضو حضور قوي جدا في كافة المجالات دي. يعني طبعا الإنترنت أصبحت هي لغة العصر، يعني لا فكاك منها، و يعني واحدة من التطورات الهائلة والكبيرة اللي شهدت البشرية خلال 20 سنة الماضية. يعني هي بدأت في أواخر الثمانينات وامتدت إلى الآن ووصلت إلى تطورات هائلة، وأصبحت ضرورة قصوى لا ينفصل عنها أي شخص، يعني حتى الطفل الصغير يعني يحتاج إلى أن يدخل إلى الإنترنت وأن يتعامل معها، وده جزء من استحقاقات الثورة الكبيرة في مجال الاتصالات والمعلومات. وفعلا نحن بنشهد في نهاية الأسبوع بالذات كثير من الناس والأسر بتدخل إلى الإنترنت بكثافة.
نعم. والحمد لله في خدمات كثيره يعني الان متاحه يعني في ريح بالك وفي اصبحت يعني لا تقل خدمات الانترنت وخدمات الاتصالات عامه في السودان عنها في كل الدول اصبحت في تطور متقدمه. نعم باشمهندس، يعني المشاريع الاجتماعيه والمجتمعيه كثيره لمجموعه الشركات سوداتيل واللي هي بتخدم من خلال المجتمع. اليوم دايرين نقف على المشروع التعليم التكنولوجي بالسودان، بدايه فكره يعني مشروع كبير جدا ومشروع عظيم جدا يمكن يحدث نقله ويحدث تغيير وفارق كبير في التعليم في السودان. نعم، هو مشروع التعليم التكنولوجي هو شراكه ذكيه ما بين وزاره العلوم والتقنيه وكذلك وزارة الاتصالات والمعلومات وكذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك وزارة التعليم العام والمركز القومي للمعلومات والهيئة القومية للاتصالات والخدمة الوطنية باعتبار أنها أيضا ترعى شؤون قطاع كبير من الطلاب وكذلك هيئة الإبداع رعاية الإبداع العلمي. فهذه كلها وهو مشروع خيري، يعني هو ليس مشروعا ربحيا، ومساهمين في هذه الجهات مساهمين بنسب متفاوتة، والحمد لله سوداتيل يعني مساهمة فيه من ضمن برنامج الدعم الاجتماعي وليس من ضمن برامج الترويج، يعني هو مشروع ضمن المسؤولية الاجتماعية والدعم الاجتماعي، هو ليس ربحيا لا يحقق أرباح، وإنما هو بذلته سوداتيل وذلك لتطوير قطاع التعليم عامة، لأنه سوداتيل عندها 4 قطاعات ومجالات رئيسية هي تعمل فيها في مجال المسؤولية الاجتماعية المباشرة. طبعا في مسؤولية اجتماعية غير مباشرة وفي مسؤولية اجتماعية لداخل الشركة نفسها وطبيعة أعمالها، ولكن المسؤولية الاجتماعية اللي بتقدم فيها خدمات طوعية للمجتمع هي متمثلة في محور المياه واللي هو بالذات القرى والأماكن البعيدة النائية اللي بيعاني فيها المواطنين من المياه وبنشح المياه، بنحفر الآبار، بنؤسس الشبكات. كذلك في محور ثاني هو الصحة واللي هو دعم المراكز الصحية والمستشفيات وبناء العنابر، وافتتحنا قبل يعني حوالي 2 شهر تقريبا مستشفى الولادة في كوستي وعنبر الدمازين لعنبر الأطفال في الدمازين وعنبر الإصابة الجسيمة. يعني هي الخدمات اللي بتقدمها مجموعة شركات سوداتيل وحتى كل الشركات الوطنية للمجتمع السوداني هي في مختلف الاتجاهات. اليوم عايزين نقف بالتفصيل على المشروع التعليم التكنولوجي، لكن بندعوكم كل السادة المشاهدين نشاهد مادة من الكنترول ونرجع نتواصل في حوار. إن شاء الله نحاسيك. هذا هو محلول مدارات النحاسيك أزرق اللون، ونستعمل الأجهزة. في الأجهزة الإلكترود، ونحتاج لمعدن النحاس، وهذا هو المعدن النحيس الذي يراد طلاء، نريد أن نطلي به معدن النحاس. يراد طلاء معدن الحديد. المشروع اكتسب يعني مومنتم كويس جدا، وتقريبا اثبت نفسه واثبت انه مشروع مهم والبلد محتاج له. يعني كل التقارير الوارده من ناس التربيه والتعليم ومن المتعاملين افتكر بتدل على ذلك، و فيما ورد إلينا أنه الأخ النائب رئيس الجمهورية أيضا زار وأبدى اهتمامه وإعجابه بالمشروع وحرصه على دعمه. الموضوع حلو جدا وتطبيقه جميل جدا، حتى سهل لنا الدراسة أكثر من زمان، بقينا بنقدر يعني حتى في الامتحان بنقدر نتذكر اللي احنا شفناه، فبسهل لنا حتى المذاكرة. أبنائنا والتلاميذ كلهم حقيقة الآن هم جاهزين حقيقة في
إطار تطبيق هذا المشروع ونحن كذلك. ولكن أنا عايز أقول في إنه بشكل كأنما هذا المشروع ما موجود بشكل قوي داخل وزارة التربية والتعليم. بدأنا مشروع اللابتوب والآن نحن ما زلنا نبشر بلابتوب لكل معلم. أنا أفتكر إحنا حقيقة محتاجين نعمل خطوات تنظيم وننطلق بقوة في هذا المشروع. حقيقة البرنامج بتاع المعامل التخيلية والفيرشوال لاب أنا بفتكره يعني تجربة ممتازة يجب أن تغير وبإذن الله حتنجح بإذن الله سبحانه. أنا بالنسبة لي يمكن في الفترة البسيطة دي في كبداية أنا بفتكر الطلبة استفادوا وأنا غيمت من خلال يعني بعد ما الطلبة يخشوا في الدرس بتاع الفيرشوال لاب يخشوا جوا في المعمل أنا لما هم يطلعوا بقوم بسأله. أنا كنت بتغيم التجربة دائما بزول المتلقي مش الزول اللي بيجي يعني زائر أو أنا زول يعني ما دخلت معهم الحصص. فمن خلال جولتي حسيت بإني في استفادة كاملة خاصة في مادة الفيزياء بأمانة. تحية لكل المشاهدين الكرام في كل مكان والف شكر لكل الضيوف اللي كانوا معانا من خلال المحطه باشمهندس. برحب بك مره ثانيه. الزميل طبعا عمرو مصطفى ده طبعا بيقول لي يحلي للطباشير. العالم متطور فبالتالي لازم الوسائل اللي احنا نحاول نستخدمها استخدام صحيح. انا عاوز اشوف كيف احنا نقدر نوازن ما بين التعليم في حد ذاته وثوره الاتصالات اللي الحمد لله شهدت عموما يعني ده بنيه تحتيه مهمه جدا في المجال ده. هو عموما طبعا التقنيه وهي بتطور وبتقرب المفاهيم وهي كذلك بتقلل الكلفة. يعني ومعروف إنه يعني التقنية الحديثة هي من ضمن القاطرات الرئيسية اللي بتقطر التنمية في أي بلد من البلدان. يعني في مواضيع معينة منها الطاقة منها المواصلات ومنها الاتصالات ومنها التقنية الحديثة دي كلها بتؤدي إلى تطورات كبيرة وبتؤدي إلى تقليل الكلفة. والآن المشروع اللي يمكن طرح الآن اللي يسمى المعامل التخيلية اللي هي في معامل للفيزياء والكيمياء والأحياء وكل العلوم تقريبا وهي معامل تخيلية يعني يراها التلميذ على الشاشة ولا تحدث التفاعلات الكيميائية كما كانت تحدث في اللاب المعروف في المدارس الثانوية المعروفة. فتكلفة اللاب هي تكلفة كبيرة جدا جدا يعني أنت بتحتاج إلى أدوات وأشياء دوارق وتحتاج إلى مواد باستمرار وكذلك حتى هذه المواد تحتاج إلى مكان زاد تحتاج إلى مكان لحفظها. وأحيانا تحدث حوادث يعني حوادث لأنه في بعض المواد خطرة جدا أحماض وغيرها من اللي بتحدث. ونحن لما كنا طلبة يعني حصلت حوادث كثيرة جدا يعني ينفجر مادة مع مادة أخرى أو تتكبب بكميات أكبر. فالآن هذا الأمر غير موجود في المعامل التخيلية فهو عبارة عن شاشة وعبارة عن إيميوليشن أو تخيل يعني زي الشاشات زي الآن أنتوا في الإخراج يعني معروفة يعني الآن يعني اللي هي قللت كثير جدا من الكلفة السابقة في صحيح. إخراج البرامج والصور والخلفيات اللي كانت يعني في الماضي بيبذل فيها مجهود كبير. فالآن يعني كل الأدوات المعمل موجودة في الكمبيوتر ويستطيع المعلم أنه يسحبها من الموقع ويخطها في الشاشة كأنما هو دورق عكس الصورة الذهنية للطالب يعني صورة المعمل لكن ذهنيا وليس بشكل محسوس. هي ذهنيا وفيها لأنه التطور برضو كذلك في مجال الكمبيوتر أنه أصبحت حتى الأشياء اللي كانت محسوسة أصبحت مصورة بمجسمات ايضا تشابه الواقع. يعني الان التطورات في مجال التلفزيون في التي في اللي هو 3 دايمنشنز يعني انت بترى الشخوص والاشياء فيها بحجمها الطبيعي
الابعاد الثلاثه يعني. نعم ليس ممكن على الاوساط الاجتماعيه باشمهندس، حتى انت في البيت مع الاسره الكريمه تحس انه الجيل الجديد اللي نحن منه كلنا بتحس انه تفاصيل الناس بيتسارع حول الميديا بعمومها والكمبيوتر والتعامل معه. يعني احنا شاهدنا الان النموذج ده من المدرسه الثانويه، فحسينا انه الطالبات بيتعاملوا مع الموضوع ده، هم قريبين جدا من مفهوم التكنولوجيا ذاتها عكس الاجيال السابقه يمكن. نعم بالتاكيد بالتاكيد، يعني حسب الاجيال اللاحقه اصبحت بسرعه جدا جدا تتعلم الحاسوب ولغه الحاسوب وتتعامل بسرعه جدا مع الموبايلات مهما كانت معقده سوفيستيكيتد، يعني تتعامل معها بسهوله جدا وبسرعه هائله. احنا زادنا يعني احيانا انت تتخيل الطفل صغير جدا على انه يتعلم برنامج معين او اي العاب بتاعه كمبيوتر، ولكن التليفون زمان كان بي الناس تبقى شغالين اليوم كله عشان يضربوا يعني القديم. نعم القديم الان اصبحت ازرار وحتى الازرار ذاتها غير بارده، ازرار في الشاشه فقط يعني. باشمهندس طيب، يعني هو مشروع ضخم، مشروع جميل جدا اكيد، يعني فائدته ما فيها شك. الان المشروع ده في اي نقطه واقف؟ وصل اي مرحله من مراحل التنفيذ؟ يعني انه يكون على ارض الواقع، مثلا احنا شفنا في المحطه قبل شوي بيتكلم انه حيكون في زي تمليك لجهاز لابتوب لكل معلم، او في محاور زي دي طرحت يعني. نعم هو طبعا المشروع هو مشروع كبير ومشروع طموح، وبيبدا من تهيئه البنيه الاساسيه للاتصالات في المدارس كلها وفي الجامعات. والحمد لله الان السودان قطع خطوات كبيره جدا، الان كل الجامعات تقريبا السودانيه متصله بشبكه تسمى شبكه الجامعات، ولكن المشروع ده تحديدا هو مختص بالمدارس الثانويه اكثر من الجامعات، يعني هو مختص بالمدارس الثانويه، لكن عموما منظومه التعليم نفسها تنتظم فيها الجامعات، وان شاء الله حتمتد مساله التعليم التكنولوجي حتى الجامعات يعني. فالمشروع يعني داير يحول كل المناهج العلميه والدراسيه الى وسائط الكترونيه، يعني يستطيع ان تكون موجوده في سيرفرات وفي كمبيوترات سواء كانت مركزيه او موزعه حسب المواقع الجغرافيه، بحيث انه يتصل بها المعلمون ويتصل بها الطلاب وبالتالي يدرسوها في قاعات الدرس. نعم طيب، انتم المشروع ده ابتديتوه اول حاجه بالاجلاس، انتم مشروع كامل وحمله كبيره جدا موضوع الاجلاس وما هيته موضوع التعليم التكنولوجي، لكن السؤال ليه الثانويه؟ ليه من الاساس؟ والله طبعا انت بتحتاج في البدايه انه يكون في تهيئه ويكون في قدر من المعرفه يستطيع انه الطالب يتلقى، لانه الاساس بنجيه، لكن بنجيه في مراحل يعني متقدمه من المشروع اللي قدام. الان المشروع محصور في المدارس الثانويه، وحتى المدارس الثانويه عشان نتيجه الكلفه والاتصالات ووجود الشبكات الفايبر في المدارس، الان يعني بنختار مدارس اختيارا، يعني الان مختاره زي 170 مدرسه عشان تتعمل فيها الشبكات. ايضا بيحتاج الى تدريب للمعلمين، بدينا برنامج طويل جدا لتدريب المعلمين، تدريب على الحاسوب وعلى المعامل التخيليه وكيف يتعامل وكيف يحول الدروس الى يعني الى الوسائط الالكترونيه والى ماده الكترونيه تستطيع ان تتعامل معها عبر الحاسوب. فهو مشروع طويل بيمتد لسنوات، بيبدا من البنيه التحتيه بيمشي الى التدريب، تدريب المعلمين الى تمليكهم الحاسوب الى تهيئه المدارس نفسها بمعامل الحاسوب المختلفه بالمعامل التخيليه الى ان يصبح هذا هو المنهج كله في صوره الكترونيه. ثم النتائج دي اهم حاجه يعني، ثم النتائج وده حيختصر كثير جدا في المستقبل، الطباعه والورق ونقل هذه المواد ونقل المنهج ووصلت الكتب او ما وصلت توفر الكتب. يمكن باشمهندس يعني كل العمليات التدريبيه دي بتسهل مدى تقبل الناس مثلا التلاميذ والمعلمين للمشروع ده والبدء على العمل عليه حتى يكون فيه له نتائج في النهايه. احنا عندنا محطه حنشوف فيها بعض الاراء يعني حول المشروع وبعض النتائج اللي ممكن تكون متوقعه منه، هنشوفها ونرجع نتواصل في حوارنا، خليكم معنا. النظام هو نظام الان مطبق في المدارس البريطانيه ومجاز من بخت الرضا، بيقدموا ثلاثة شركات وحصلت له أغلمة مع للغة العربية مع شركة مصرية، والآن الحمد لله يعني 10 ولايات عدد جيد، فنحن نصلوا ويتم تدريب 100 معلم
في كل ولايه. طبعا ما 100 اكشولي 100 فول، يعني بيكون ناقصه شويه او زايده شويه يعني حسب، لانه الاسماء نحن ناخذها من الوزاره وتنسيق مع الوزاره. الخطوه اللي بعد التدريب اللي هي توفير المعينات، فالناس فعلا محتاجه الى مثلا المعلمين محتاجين الى الوسيله اللي حيدرسوا بها اللي امتلكوها، فده ادانا فكره انه احنا نحاول نبذل جهد في توفير اللابتوب ويكون فيه انترنت ويكون فيه سيستم بالتقسيط. الحاجه الثانيه المهمه انه المعلمين نفسهم تم تدريبهم ده لما يرجعوا مدارسهم يفترض يلقوا البيئه المناسبه اللي يستطيعوا يدرسوا بها. فحتكون في 10 مدارس في كل ولايه من الولايات فيها الكمبيوتر اللي هو موفر من الصندوق تاع المعلوماتيه، وفيها الانترنت مجانا من سوداتيل، وفيها السيستم مجانا. حاجه وحيده بنلزمها للولايات اللي هي الاي بورت. هذا الحضور المتسلسل بيعكس اهتمام كل المستويات بتاعت الحكم في السودان بامر التعليم وبمثل هذه المبادرات. الرساله الثانيه، انا حقيقه سعيده جدا للتنسيق الحصل ما بين وزاره التربيه وما بين وزاره الاتصالات وفي المجموعه الموجوده في المنظمه بالشباب الجيد، لانه مرات كثيره يعني الماتش بتلعب باكثر من لاعب. الناس اذا ما تبادلت الادوار واذا ما باصت لبعض المجهودات البرودكتس ما بيطلع بالصوره دي ونحن ما بنقدر نستفيد منه. انا في تقديري الادد فاليو او القيمه المضافه لمؤتمر التعليم في المرحله القادمه انه يعتمد التقال كواحده من اهم اليات التعليم للمرحله القادمه حتى نستطيع ان نربط اجيالنا بالعلم الحديث ونربطهم بقدرات تؤهلهم لانهم يستغلوا مواردهم ويبنوا بلدهم ويمد ايدهم كمان للعالم العربي والافريقي المنتظرنا في المحيط حولنا. نشكر مره اخرى سوداني التي ظلت على الدوام او سوداتين ظلت على الدوام يعني تمثل الشراكه المجتمعيه والمسؤوليه الاجتماعيه بصوره ممتازه جدا. انا كنت اشتكي من انه كثير من الشركات بتدخل معنا في التعليم لكن بمزاجها ما باولوياتنا، لكن لما تخش معنا شركه الاتصالات كرائده للشركات بتاعت الاتصالات في السودان وتخش معنا في همومنا باولوياتنا وفي قياده المبادرات الصعبه التي لا يمكن ان نعممها على كل السودان التي نعمل هذا النوع من التنسيق، انا شاكره لهذه الشركه واتمنى ان تكون دائما معنا عشان نرتب اولوياتنا. ان شاء الله ممكن نتعاون، يعني الحاجات دي كلها ممكن نحصل فيها تعاون ونطلع ببرنامج ان شاء الله مفيد. وحسنا انكم بديتوا بالتدرج، انه بديتوا بمدرسه الان في بحري، بديتوا 170 مدرسه، 10 مدرسه في كل ولايه، بعد ذلك تنظروا لقدام بديتوا بتعليم. ونحن دايرين ان شاء الله نعلم المعلمين ويكون في برضه التقنيين في كل مدرسه، يكون في تقني مسؤولية، لانه في السبوره دي حتكون 40 سبوره في المدرسه الواحده، لانه في كل فصل في سبوره كده لا تقني يشرف كيف يصينا وكده. يعني المعلم احنا ما بنكلفه انه يعرف يصلينا الحكايه دي، لازم يكون في تقني يتدرب على الحكايه دي وكده، بيعرف يصين الحكايه دي، بيعرف يصلينا الكمبيوتر، بيعرف يعمل الحكايه دي. فالمشروع ان شاء الله مشروع متكامل. ان احنا نقول لاخوتنا الوزيره يعني قدموا هذا المشروع بصوره متكامله ان شاء الله، ان احنا نعمل له جسم انستتيوشنال يكون مسؤول منه ان شاء الله، يكون عنده بادجت ان شاء الله، يعني يكون عنده ميزانيه كده ان شاء الله تدفع بالنسبه لقدام ان شاء الله، ويكون هو جزء اساسي في سياسه الدوله باذن الله سبحانه وتعالى للارتقاء بالتعليم في السودان. نتواصل مع كل المشاهدين الكرام في كل مكان. ألف شكر لكل الضيوف اللي كانوا موجودين معانا من خلال المحطة بكل مقاماتكم السامية. باشمهندس أنا برحب بك مرة ثانية. السؤال بعد بيطرح نفسه في تقدير الشركاء، وفي مبادرات كثيرة جدا بيطرح على المستوى السوداني بيبقى فيه يعني مجهود عشان ينبذل عشان ما كل الشركات دي تقدر تجيب في صف واحد والناس تنفذ مشروع. كيف اتلاقيتوا أو كيف الناس الفكرة اطرحت ما بين على مستوى الرئاسة الجمهورية، على مستوى وزارة التربية والتعليم، وزارة العلوم والتقار وكل الوزارات الثانية؟ هو في الحقيقة يعني هيئة رعاية الإبداع البحث العلمي هي كانت حقيقة هي الانيشيتر أو هي الأدى أول فكرة، يعني الفكرة وهي طرحت هذه الفكرة وتقبلتها سوداتيل مباشرة ودعمتها، وبعد ذلك هي يعني هيئة الإبداع العلمي هي اتصلت بكل الجهات، وواصلنا بعد ذلك بقي الاتصال بكل الجهات بالذات في التعليم العام والهيئة القومية للاتصالات ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومن هناك بدأ واتكونت يعني زي مجلس مبدئي للمشروع، وتطور في المستقبل أصبح هو مجلس إدارة للمشروع بيرأسه الأخ دكتور عبد العزيز عثمان اللي هو رئيس مجلس إدارة سوداتيل يعني، وفيه مشاركين كل الجهات المختلفة، وكيل وزارة التقانة والمعلومات، فيه
وكيل وزارة التربية والتعليم أو فيه وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مدير الهيئة القومية للاتصالات، مدير الهيئة القومية، مدير المركز القومي للمعلومات، مدراء الجهات المختلفة. فهو مجلس إدارة بيجي وبياخد الفنس بتاعته بنفس النسب المحددة للشركاء بطريقة منتظمة، وبعد ذلك بيبدأ يطرح مشاريعه ويطرح خطته في كل عام ويراجع ميزانياته بصورة منتظمة. لكن في النهاية هو مشروع طوعي 100% يهدف إلى ترقية التعليم ودعم التعليم. نعم، طبعا المشروع المؤتمر القومي للتعليم كان فيه تفاصيل كثيرة جدا في أنه استخدام التقنية الحديثة اللي موجودة على المستوى السوداني ودعم الشركات بالنسبة للتعليم. الموضوع ده ممكن يوفر برضو يعني وسيط آخر اللي هو أبناء المغتربين. طبعا يعني بتعرف أنه أحيانا في معاناة كثيرة جدا عشان ما تمشي المقررات وتجي، ممكن الوسيط عبر النت ممكن يكون هو يعني يسهل العملية التعليمية. نعم بالتأكيد، يعني الآن تبادل المعلومات وتبادل المناهج إذا صيغت في صورة إلكترونية حديثة يعني بيصبح سهل جدا. تصبح في ترسل لكل الجهات، وأصبح الآن يعني لا تكاد لا يخلو بيت ولا يخلو مؤسسة من يعني شبكات من الحاسوب. طيب. يعني فيبقى التحدي أمامنا في كيف ننجح النماذج وتثبت هذه النماذج جدواها الاقتصادية وجدواها العملية وجدواها الفنية، ثم بعد ذلك تطبق ونترجم كل مناهجنا. وده زي ما قلنا بيختصر علينا كثير جدا جدا من الوقت والجهد والمال يعني بصورة كبيرة يعني. نعم باشمهندس، يعني في المحطة تم الحديث عن تدريب معلمين وتوزيع أجهزة حاسوب، لكن لو فصلنا مثلا المواقع الجغرافية أو جغرافيا أين المشروع الآن فعل على أرض الواقع؟ هل في نشاط في الولايات في داخل الخرطوم؟ المدارس التي اختيرت على أي أساس مواقعها مثلا؟ يعني هل المشروع موزع بخطة جغرافية محددة؟ نعم المشروع هو بيشمل كل ولايات السودان. أنا لا أذكر تحديدا أي الولايات الآن هي تحديدا الآن فيها المشروع، لكن حتى المعلمين الجاو والمعلمين الأوائل هم بيمثلوا تقريبا عدد كبير جدا من الولايات ممثلة فيه، وهو مشروع ليس خاصا بالخرطوم ولا بولاية دون ولاية، وإنما لكل الولايات، وبيكون القابلية والاستعداد من كل ولاية لأنها تمضي في هذا المشروع بيكون هو المؤثر الأكبر في إنها تحظى بنصيب الأسد في أي من هذه المشاريع. فالآن في دفعات من المعلمين 100 ثم 100 ثم 100 من كل الولايات بيتلقوا تدريب بانتظام، وعندنا أكاديمية سودكاد للاتصالات اللي هي سودكاد بتقوم برعاية هذا البرنامج وبتعمل تدريب مستمر للمعلمين في الحاسوب وفي البرامج التعليمية خلال الحاسوب. نعم طيب باشمهندس، يعني خلينا نكون برضو نحن واقعيين جدا من الواقع اللي حولنا. يعني مشروع كبير زي ده، وانا اتاكد كل الناس اللي بيشاهدونا عبر شاشة قناة النيل الازرق طوالي بيتبادر يذهان موضوع التنفيذ الحقيقي بالنسبه للمشروع ده وانطلاقته. يعني ما بتتفق معي انه ده يعني مجهود كبير جدا وعاوز العائد الاقتصادي ممكن يسهل كل العمليه التعليميه دي؟